بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بداية بنهنئ جميع الزملاء والإخواننا وزملائنا وأساتذتنا من محامين مصر بمناسبة العام القضائي الجديد، ربنا يوفقنا جميعا فيه. الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة موضوع مهم، وزي ما بيقولوا موضوع الساعة. احنا بنتكلم عن التعديلات الأخيرة في قانون المرافعات وكيف يتم التعامل معها. بنوضح ان في البداية الوضع قبل صدور التعديل الأخير لقانون المرافعات كان كالآتي: لما احب ان انا ارفع دعوة، لو حبيت ان انا ارفع دعوة قدام المحكمة الجزئية لازم تكون داخلة في النصاب القيمي بتاعها، يعني تكون قيمة الدعوة من جنيه لغاية 40,000 جنيه. أكتر من 40,000 جنيه أو غير مقدرة القيمة وفقا لقواعد تقدير الدعاوي اللي هي واردة في قانون المرافعات فبتختص بيها المحكمة الابتدائية. يبقى المحكمة الجزئية كانت بتختص من جنيه لغاية 40,000 جنيه، والمحكمة الابتدائية من 40,000 لغاية أكتر من كده، اللي هي الدعوة اللي غير قابلة للتقدير. ده نصاب الاختصاص، وكان نصاب الانتهائية معناه إن أنا ما برفع الدعوة قدام محكمة مختصة مش في كل الأحوال من حقي إن أنا أستأنف الحكم. المشرع حط نصاب انتهائي للاختصاص بالنسبة للمحكمة الجزئية، عشان استأنف لازم يكون النزاع بتاعي قدامها أكتر من 5,000، يعني من 5,001 لغاية 40,000 اللي هو سقف الاختصاص بتاع المحكمة الجزئية. إذا كان أقل يعتبر الحكم بتاعها انتهائي، يعني يعتبر انتهائي لحظة صدوره، ما يجوز إننا استأنفه لحظة ما صدر. ليه؟ لأنه هو أقل من نصاب الطعن في أحكام المحكمة الجزئية. المحاكم الابتدائية كانت بتترفع ليها الدعاوي زي ما احنا قلنا اللي هي اكتر من 40,000 او اللي هي غير مقدرة القيمة، او الدعوة اللي داخلة في اختصاصها هي اختصاص نوعي، وبيكون حكمها انتهائي يعني غير قابل للطعن فيه اذا كانت قيمة المنازعة بتقل عن 40,000 جنيه. ده كان الوضع قبل صدور قانون المرافعات. طيب قبل صدور تعديل قانون المرافعات، تعديل قانون المرافعات صدر امتى؟ صدر بتاريخ 5/9 وكان بيحمل رقم 191 لسنة 2020 واتنشر في الجريدة الرسمية في العدد 36 مقرر به. طيب التعديل اللي حصل في قانون المرافعات دوت مضمونه ايه؟ التعديل ده عدل النصاب بتاع الاختصاص والنصاب بتاع الطعن اللي احنا لسه قايلين. بقى عشان ترفع الدعوة قدام المحكمة الجزئية لازم تكون قيمتها من جنيه لغاية 100,000 جنيه. ده بقى النصاب الاختصاص القيمي. أكتر من 100,000 جنيه أو غير مقدرة القيمة هنرفعها قدام المحكمة الابتدائية. طيب النصاب الانتهائي إمتى يكون حكم المحكمة انتهائي؟ يعني لحظة صدوره له وصف الانتهائي. إذا كان صادر من المحكمة الجزئية في منازعة قيمتها بتقل عن 15,000 جنيه، 15,000 وأقل مش هيجوز لك إن أنت تستأنف الحكم حتى لو غلط قدام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. المحكمة الابتدائية بيكون حكمها انتهائي إذا كان المبلغ اللي هو قدامها أقل من 100,000 جنيه داخل في اختصاصها، لكن أقل من 100,000 جنيه قيمة المنازعة. في حاجات داخل في اختصاص نوعي المحكمة الابتدائية، إذا كانت القيمة أقل من 100,000 هيبقى الحكم هنا انتهائي. طيب بالنسبة للطعن بالنقط، كان المبلغ اللي هو نهاية الاختصاص اللي بعدين أقدر أن أطعن وأقل منه ما أقدرش أطعن كان 100,000 جنيه. إذا كان النزاع قدام المحكمة الابتدائية وطلع الاستئناف تفصيل القانون القديم وكان 100,000 جنيه، مش من حقي أن أنا أطعن بالنقط عند الاستئناف وحقف، هيبقى الحكم هنا لا يجوز الطعن فيه بالنقط. التعديل الجديد عدل النصاب بقى 250,000 جنيه، يعني إذا كان النزاع صدر فيه الحكم من محكمة الاستئناف وكانت المنازعة قيمتها أقل من 250,000 جنيه مش هقدر إن أنا أطعن فيه بالنقط. طيب
نتكلم على فروض معينه اللي هي دلوقتي موجوده في العمل قدام مننا او اشكاليات العمل اصفر عنها وهيصفر كمان لسه. الدعاوى اللي هي تم حجزها للحكم في ظل القانون القديم، حجزت الحكم في 7 في 8 في 9 لجلسه بعد اكتوبر، يعني الحكم هيصدر بعد هيصدر فيها بعد اول 10. الدعوة هنا المحكمة حجزتها قبل اول 10، لكن جلسة الحكم هتبقى بعد اول اكتوبر. هنا بيسري عليها قانون المرافعات قبل التعديل، يعني التعديل ده لا يسري عليها. ليه؟ لان الدعوة تهيأت للحكم واستوفت شكلا وموضوعا، والمحكمة استجمعت ادلة الاثبات وبقت الدعوة صالحة للفصل فيها، فتحجزت ووقف باب المرافعة فيها في ظل القانون القديم اللي هو قبل التعديل. فهنا حتى لو الحكم صدر من ناحية الزمنية بعد أول 10، لا هيطبق عليه التعديل، مش هيطبق عليه التعديل. دي النقطة الأولانية. طيب الدعاوى اللي صدر الحكم فيها فعلا في القانون القديم انتهت، حتى لو أنا عايز إن أنا أستأنف يجوز إن أنا أستأنف. ليه؟ لأن أنا بستأنف حكم صدر في ظل القانون قبل ما يعدل وقبل ما التعديل بتاع النصاب ده يطبق عليه. طيب لو المحكمة حجزت الدعوة للحكم قبل أول 10 لجلسة هيصدر الحكم فيها بعد أول 10 2020، إذا الحكم صدر بعد 1/10/2020 وضحنا الفرض ده. إذا المحكمة ما أصدرتش حكمها ورجعت الدعوة للمرافعة، هنا هيسري عليها التعديل. يعني لو صدر الحكم بعد أول 10 وكانت محجوزة من قبل لا يسري التعديل، لكن لو المحكمة أعادتها للمرافعة يبقى الدعوة رجعت تاني لتكون متداولة، يبقى هنا اللي هيحصل إيه؟ إن هيسري عليها التعديلات بالنسبة للنصاب اللي نص عليها القانون الجديد، لأن ما دام أعيدت للمرافعة في ظل القانون بعد ما يعدل يبقى كأنها نفس حكم الدعوة اللي بتحجز ابتداءً في ظل التعديل. طيب إذا إحنا حبينا ندفع بعدم القبول قدام محكمة أصبحت غير مختصة بحلول 1/10/2020، عشان المحكمة تتعرض لأي دفع يبقى يفترض أن المحكمة يكون ليها ولاية الفصل في النزاع وهي مش مختصة، يبقى هنا اللي هيحصل أن المحكمة مش هتتعرض للفصل بعدم القبول لأن ما لهاش ولاية على القضية، لكن هتحكم بعدم الاختصاص. طيب لو دعوة رفعت بإجراءات باطلة قدام المحكمة وكان المفروض انها تحكم فيها في ظل التعديل الجديد، هل هنا هتحكم بعدم الاختصاص؟ لا، هتحكم بالبطلان لان الاجراءات باطله اساسا، فتحكم بالبطلان مش هتحكم بعدم الاختصاص. وان كان في راي بيقول بالنسبه لناحيه ايقاع الجزاءات ان اذا ما كانش الجزاء متعلق بالنظام العام المحكمه ما توقعوش من تلقاء نفسها، يعني ما تحكمش بالبطلان في الحاله دي، لا تحكم بعدم الاختصاص. لكن اذا كان البطلان متعلق بالنظام العام كمثل كجزاء، لا المحكمة بتحكم هنا بالبطلان ما بتحكمش بعدم الاختصاص. طبعا المحكمة الابتدائية بترتب على التعديل دوة ان هي هتحيل الدعاوى اللي كانت مرفوعة عليها في ظل القانون المرافعات قبل ما يعدل، اللي هي الدعاوى اللي كانت قيمتها تعدي ال 40,000 جنيه، اللي هي بين ال 40,000 وبين ال 100,000. قلنا ال 100,000 ليه؟ لان اقل من 100 هترجع الجزئي. الدعاوى اللي مبالغها ما بين الرقمين دول هي المحكمه الابتدائيه هتحيلها للمحكمه الجزئيه. لو الخصوم حاضرين هيبقى النطق بالحكم بمثابه اعلان للخصوم. اذا كان خصمك مش حاضر هتعلنه بالاحاله من المحكمه الابتدائيه الى المحكمه الجزئيه. في نقطه ثانيه، الحكم هنا بالاحاله يقبل الطعن فيه بالاستئناف على خلاف بقية الأحكام، لأن في نص خاص بيجيز الطعن في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص فور صدورها دون انتظار الحكم المنهي للخصوم. بنوضح نقطة تانية، في حالتين التعديل ده ما يتطبقش عليه. الحالة الأولى حالة ما تكون المحكمة الابتدائية بتنظر طلبين، الطلب الاصلي داخل في اختصاصها وفي طلب عارض بينظر بالتبعيه معاه، الطلب العارض قيمته اقل من 100,000 جنيه، يفترض ان هو في اختصاص المحكمه الجزئيه، المحكمه الابتدائيه مش هتحيله، هتنظر الطلب العارض مع الطلب الاصلي لان المحكمه اللي بتملك الاكثر تملك الاقل زي الفقهاء ما بيقولوا.
يبقى الطلب العارض ينظر بالتبعيه مع الطلب الاصلي ما دام الطلب الاصلي داخل في اختصاص المحكمه الابتدائيه، حتى لو كان الطلب العارض داخل في اختصاص المحكمه الجزئيه. الحاله الثانيه، لو كانت الدعوه مختصه بها المحكمه الابتدائيه اختصاص نوعي، زي ما كان مثلا الدعوة المتعلقه بقانون ايجار الاماكن، الدعوة اللي كانت متعلقه بالافلاس مثلا، الدعوة دي ايا كانت قيمتها المحكمه الابتدائيه مختصه بها اختصاص نوعي، حتى لو كانت قيمتها اقل من 100,000 مش هتحال للمحكمه الجزئيه. طبعا التعديل ده احنا اتكلمنا من ناحية قانونية، لكن نحب نضيف نقطة مهمة. التعديل ده هيكون له تأثير من الناحية الاجتماعية، على أساس ان برضو الدعاوى اللي قيمتها اقل من 100,000 جنيه واللي احنا مش هنقدر ان احنا نطعم فيها للاستئناف، اصحابها هيضروا. ليه؟ ال 100,000 برضو تعتبر مبلغ، في شقق قيمتها ب 80,000 و 90,000، في اللي بترفع دعوى احوال شخصية بتطلب مؤخر الصداء 40,000 و 50,000. هنا الأحكام لن يجوز الطعن فيها بالاستئناف للأسف، لأن قيمتها أقل. فالحل إيه؟ إن بنحاول مثلاً في دعاوى زي دعاوى عامل غلبان بيطالب بالأجازات قيمتها 30,000 أو 40,000 جنيه، بنزود طلب تاني قدام المحكمة الابتدائية يكون غير قابل للتقدير. يعني أحكام محكمة النقض أخيراً مثلاً اعتبرت طلب الإلزام بتقديم محرر تحت إيد خصمك غير قابل للتقدير، فبنطلب في دعوى الاجازات وانت بتطلب المبلغ بتطلب معاه الزام الشركه بتقديم قرار انها خدمته، الزام الشركه بتقديم بيان اجازاته. الطلبات دي تعتبر غير مقدره القيمه، ولا انا عارف اقدرها ولا المحكمه هتعرف تقدرها، لان انا ماناش عارف رصيد اجازاته قد ايه الا اذا كان معايا بيان في الاول. وده ليه؟ لان في احكام نقض في الفتره اللي عدت اتبنت اتجاه ان في دعوى الاجازات كدعوى عمريه بالذات، اذا انت رفعت الدعوه وطالبت بمبلغ معين، طالبت برصيد اجازات العامل وانت ما انتش عارف هو كام، الدعوه راحت خبير او الشركه قدمت بيان طلع ان المبلغ اقل من 40,000 جنيه مثلا، 35,000 جنيه مثلا حصلت معايا في دعوه، فاحنا ما عدلناش طلباتنا للمبلغ ده، فضلت متمسك بحقيقتي في تقابل المقابل النقدي لرصيد اجازاته، كون ان الخبير حسب لكن انا ما عدلتش طلباتي. المحاكم هنا، في محاكم لما الموضوع ده بيوصل للطعن بالنقد اعتبرت ان انت ما دام طلبت المقابل النقدي لرصيد الاجازات والخبير حدده او اثناء الدعوه اتحدد المبلغ كام وطلع انه هو اقل من 100,000 جنيه، لا يجوز ليك الطعن بالنقد، لان حتى لو طلبك كان غير قابل للتقدير عند رفع الدعوه لكن بعد صدور الحكم بقى قابل للتقدير، يبقى هنا ما يجوزكش الطعن بالنقد. في احكام ثانيه من محكمه النقد برضه دوائر ثانيه قالت لا، الطلب هنا غير مقدر، حتى لو المحكمه حكمت بالاحقيه لكن المبلغ اللي انا خدته اقل من 100,000 جنيه، يبقى هنا الطلب غير مقدر. للاسف الهيئه العامه لمحكمه النقد اجتمعت ورجحت الراي الاولاني، اعتبرت ان انت لما تطالب برصيد اجازات وما كنتش محدد المبلغ لكن يتم تقديره أثناء نظر الدعوة ويتحكم لك بيه، حتى لو أنت ما عدلتش طلباتك يعتبر أن هنا مقدر كأنك عدلت وما يجوز الطعن فيه بالنقد. فطبعا ده مبدأ مستقر وحيكون ليه تأثير، أن أنا لو رفعت الدعوة وطلبت مقابل رصيد الأجازات بس، هنا حيسري الحكم الصادر من الهيئة العامة ويعتبر من غير ما تقول ادوني مبلغ كذا، لا، المبلغ اللي الخبير حسب أو اللي الشركة قدمت بيان بيه ده اللي هو هيبقى قيمة دعواك إن حصلت فيه حتى لو أنت ما عدلتش. فمن باب أولى لازم نراعي إن إحنا نحط طلب غير يعني غير قابل للتقدير قدام المحكمة الابتدائية عشان أقدر إن أنا أطعن بالاستئناف. وبتوجه بالشكر أخيراً لأستاذنا الفاضل والعالم الجليل الأستاذ الدكتور الأنصاري حسن النداني رئيس قسم المرافعات بحقوق بنها، لأن الحقيقة كان هو صاحب الفكرة اللي شجعتني وأوحيت لي أن أنا أذيع الفيديو ده وأن أنا أعرض على الزملاء من رجال القانون التعديل الأخير لقانون المرافعات. نتمنى أن احنا نكون وضحنا الصورة كاملة، ومستعدين لاستفساراتكم ممكن تكتبوها وبإذن الله نرد عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.